شعلوا بما صوت هنا الجهه هذه فوق هذه طهر الطريق عايشين بميزيريا بالشماع بالمازوت كاين ديك تروشه من عند خوه خيط باش يشعل يعني بالتريسيتي ولا غير مضرورين اما مضرورين الجاز مليح لينا حنا الحمد لله الجزائر من الله يبارك دوله غانيه لاباس بها يعني هادو الحوايج اللي طالبين اما والجاز التريسيتي نقل مدرسي ما كانش الاولاد نديهم الصباح بطونوبيل ولا ما ديتهمش انا نديهم جيراني نديهم يقراو على مسافه 5 كيلو ميط الطريق ما كانش الماء ما كانش الغاز ما كانش كلش ما كانش حنا رانا ضروريين بزاف. المواطنون ببلدية مينار زارزة يشتكون الحرمان من التنمية فحتى قاعات العلاج غائبة وتدفعهم للتنقل لمسافات طويلة. احنا مشكل عادي في العلاج مسافر 10 كيلو كنعالجو فاكسان والله لي بوسمون الماء ما كانش تريسيتي ما كانش الغاز ما كانش النقل المدرسي ما كانش اقرب مدرسه قال له 5 كيلومتر و العلاج ما كانش والطرقات ما كانش. رانا في 2022 ورانا في وقت تسمع فيه انهم خرجوا قال لك خرجوا 82% من حالات وهذه قناتهم يعني انا مرات نحرص مع المساعد نقول له جيب لنا من قنواتهم هم باش ما فيش واحد يقول لك لا لا بلاك هذه ما كانش الى اخره. يعني لما تكلمت في مرات خاصه في الصيف هذا اللي فات على الكهرباء وكيفاش ان هناك مئات الالاف من الجزائريين ما عندهمش كهرباء كاين اللي قالوا لي لا لا هذه مبالغه مستحيل لانك انت ما عندكش هذا المشكل راهو في مئات الالاف ما عندهمش الكهرباء او راهم سارقين الكهرباء باي طريقه حتى ما نقولش الملايين بالمناسبه يعني خاصه اللي يسكنوا في مناطق الظلام هذه مناطق الإذلال هذه اللي يسموها مناطق الظل وراه ملايين الناس ما عندهمش الماء وراه نصف الشعب الجزائري ما عندوش الغاز دوفيل بعد 60 سنة مما يسمى بالاستقلال. هاي من قناتهم يقول ما كانش الماء ما كانش تريسيتي ما كانش الغاز ما كانش العلاج ما كانش طرقات ما كانش نقل مدرسة ما كانش يعني واش بقى لهم لما تكون هذه الحاجات ما كانش كلها واش بقى لهاد الناس؟